الحمد لله رب العالمين. مثل ما تفضلت نادي السد نادي كبير، الحمد لله نحن اليوم قدرنا نفوز، قدرنا نطبق تعليمات المدرب، لعبنا مباراة تكتيكية على مستوى عالي، بالنهاية قدرنا نفوز الحمد لله رب العالمين. لا أنا أشوف مثل ما قلت لك نحن مدربنا عنده تكتيك معين، مثلا استحواذ نعرف لنادي السد، نلعب على المرتدات، نعرف قدراتنا، عندنا ثقة بحالنا، مدربنا عنده ثقة فينا، الحمد لله نفذنا تعليمات المدرب قدرنا نفوز الحمد لله. ان شاء الله هذا بالعكس هذا شو ما نقدم لجمهور نادي الشرطه بشكل خاص ولجمهور العراق بشكل عام، هذا فخر للكره العراقيه بشكل عام. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، مبروك الفوز، مبروك لاخوان اللاعبين، مبروك للجماهير العراقيه اللي ما قصرت، الحمد لله. هاي مباراه بطوليه، قبل البطوله دخلنا كحصان اسود، الحمد لله هلا نحن موجودين بنصف النهائي، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل باذن الله. نحن دخلنا مركزين اكثر منهم، دخلنا على التكتيك افضل منهم، نحن كنا داخلين الشوط الاول حتى لو تنتهي تعادل، لكن الشوط الثاني عارفين انه راح يصير مساحات لانه راح يهاجموا نادي السد، والحمد لله كانت من اسهل مباريات لعبناها. والله اتمنى انه نواجه النصر، هذا حلم نواجهه كلاعبين نجوم موجودين فيه، فان شاء الله باذن الله بيكون القادم افضل لنادي الشرطه. يعطيكم العافيه وما قصرتوا باذن الله، نفرحكم ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد بالبدايه مبارك لجماهيرنا بالعراق، مبارك للاداره، مبارك للكادر التدريبي، مبارك للاخوان اللاعبين اللي ظهروا ومستوى يليق بهم كلاعبين مثلوا العراق بهيك بطوله كبيره. يمكن سر التفوق هو الروحيه اللي موجوده داخل الفريق، اعتمدنا على الكرات المرتده وهذا اللي خلانا نسجل 4 اهداف. فريق السد فريق محترم، فريق كبير يمتلك لاعبين على مستوى عالي، لكن الحمد لله وشكر الله وفقنا بهاي المباراه واعتمدنا على الاخطاء اللي خطاها نادي السد. والله يعني أنا أتمنى مواجهة نادي النصر، لأن تعرف أنت نادي النصر يمتلك لاعبين عالميين، أكيد هذا الدافع للاعبين يقدمون مستوى أكبر من اللي شفتوه بهاي المباراة، ونتمنى الفوز إن شاء الله. أكيد مبارك عليهم وإحنا نشكرهم لأن هم يمكن أعذرونا بدور المجموعات، لكن تعرف الفيزا صعبة بالسعودية فما قدروا يبقون، نرجعوا للعراق وإن شاء الله هذا الفوز أكيد هو هدية لهم. On est très content pour cette victoire. Cette victoire est pour le peuple irakien, surtout Chorta. On a venu avec cette compétition, l'appétit vient en mangeant. On joue les matchs match après match. Donc on est bien, on est ensemble. On joue ensemble et puis Dieu est en train de nous aider. Et puis on gagne les matchs petit à petit, on avance. On est en train de faire des exploits, alhamdoulilah. Ah, ce sera un match très difficile, en plus c'est une demi-finale. Mais l'essentiel c'est qu'actuellement on est en demi-finale, on va se concentrer, on sait que ça reste une seule match et dans une seule match tout est possible. Donc on est focalisé sur cette match qui doit venir en demi-finale, que ce soit Al Nassr ou bien Raja, on est déjà prêt. Cette victoire est pour eux, on les déguise cette victoire et puis on se donne rendez-vous en le match de demi-finale. نوصل لأبعد نقطة بالبطولة والحمد لله وصلنا نصف نهائي وإن شاء الله للنهائي إن شاء الله. أكيد أكيد إحنا نتطور لأي فريق يجي.